Right. So, مش الحمد لله وجدت نفسها على قيد الحياة في مشهد مد الذراع داير ما يدور في كل الاتجاهات فوق وتحت. هي في مشهد وهي في وسطه. هذا رزقها، تمام. Now يحدث الآن ده، هو ده المشهد يحدث الآن. في سقف، في باب مقفول عليك، في أكل وشرب وحلويات، إبا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تمام. Yes. نعم. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. مش بقى ايش كل يوم تصحى تقول يا الله كيف حرفع الاشياء دي، يا الله يعني ايش اسوي، يا الله ما يعني لسه مدري ايش، اللي هو ما صار ولا شيء غير انه يا لطيف يا لطيف بتلطم على حاجة لسه ما حصلت، اللي هو well how am I supposed to take everything from the wall and put it in a box? How am I supposed to collect every item and put it in a box? How am I supposed to clear all this and put it in a box? حبيبتي يعني دعي الخلق للخالق. هو مش كعقل، يعني هي فعلا اللي بتسوي كل ده، ولا اليدين والرجلين وأصلا القلب اللي بيسوي الأشياء دي، put things in the box. يا أنت عندك وساوس قهرية وعاملة حالة بانيك كده، وفتحت السرينة على الآخر، وا 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 يلا قومي اشتغلي سوي كده، الوقت خلص، مدري ايش، حطي لمي حاجاتك، لازم ليه كده انت ضامنة ايش ان شاء الله؟ ليه الصريخ العالي ده؟ ليه الدوشة؟ دحنا في المشهد اللي انت وجدتي نفسك فيه على قيد الحياة، متطابق مع المشهد اللي انت عملاه، يعني المشهد، بصي this is 3D، this كل ده 3D يحدث الآن، مشهد حي، تمام. اللي موجود عندك اللي قاعدة تولولي فيه ما حصل، أيوة. لا تقول أنني فاعل شيء غدا إلا أن يشاء الله. أنت ليه عاملة دوشة على حاجة لسه ما حصلت؟ لما تشوف اليد بتتمد علشان تاخد القلم ده، يبقى هذا القلم اتاخد. لما تشوفي القلم طاح تعرفي انه القلم طاح، خلاص. ناو هذا اسمه يحدث الآن، هذا اسمه الواقع، هذا اسمه ثلاثي الأبعاد، هذا اسمه الأثر المادي لحركة القلب. فأنت عاملة دوشة على القلب بتتولولي على حاجة، هو سبحي، أنا بتهيالي تقولي تسبحي الله، تقولي الحمد لله، تعملي أي حاجة بعيد عن أنك أنت تعتقدي أنك تملكين من أمرك شيء، فبالتالي قاعدة تتأمري على كل جيرانك وتعلي الصوت وتقولي لا خلاص لا it's time، ولا إله إلا الله يا مشمش. وجدت نفسك على قيد الحياة في مشهد، في نفس
المشهد اللي وجدت فيه نفسك على قيد الحياة يحدث معاً، إنك عارفة من فين جيتي يعني المشهد السابق، عارفة فين رايحة يعني المشهد اللاحق. المشهد السابق ثنائي الأبعاد، المشهد اللي لسه ما حصل الله أعلم ثلاثي الأبعاد، الرباعي الأبعاد، خماسي الأبعاد، الله أعلم. لكن المشهد اللي وجدت نفسك فيه على قيد الحياة هو ده المشهد اللي بيجيكي منه الإشارات من القلب، فبالتالي تمسكي بالقلب وسبيكي بقى، لأنه اللي قدامك ده اسمه الرزق، رزق القلب، مشهد المشهد المادي للقلب، خلاص للبيت رب يحميه. يس بتجيبي مشاهد سابقة، بتجيبي مشاهد سابقة، بتطرشي كل المشاهد السابقة، وقاعدة عاملة انه كده بتشد في شعرك. بس غلط يا بنتي، ما يجوز الكلام ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تبعت القلب اشتكى منك، مش جزء من كل، خلاص تمام. بتجيكي إشارات من المتحرك عن حركته. أول ما تستقبل الإشارة تحمد الله إنه لسه بيبعت لك إشارة، إنه لسه عندك القدرة على استقبال الإشارة. You're not brain dead. You have the ability to receive. بتحسي بالإشارة، نكشتك في حتة، حسستك بوجودك. الوجود في حد ذاته اللي هو على قيد الحياة في حد ذاته يستحق الشكر، يستحق الحمد. بس تقولي له شكر لك يا حبيبي، حول لكن بانك بقى وتقعد تشد في شعرك على حاجة ما حصلت، وسايبة المشهد اللي انت وجدت نفسك فيه على قيد الحياة ثلاثي الأبعاد الذي يحدث الآن، علشان تولولي على حاجة لسه ما حصلت. يا أعوذ بالله، يا أعوذ بالله، يا أعوذ بالله، يا أعوذ بالله. ما يجوز كده، خلاص